بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح مع بعض منهج الإدارة العامة الفرقة الأولى للأربع مجموعات: مجموعة واحد ومجموعة اتنين ومجموعة تلاتة ومجموعة أربعة. مجموعة واحد ومجموعة تلاتة كان قبل انقطاع الترم، انقطاع المحاضرات أقصد، يعني كان دخلت لكم دكتورة بسنت الزيادي، ومجموعة اتنين واربعة كان دكتور عنايات، وانا اللي كنت هكمل معاكم المحاضرات حتى نهاية الترم للاربع مجموعات. فهنشرح اربع موضوعات، الاربع موضوعات دول على 10 محاضرات بواقع محاضرتين كل اسبوع على 5 اسابيع، وده لكل المجموعات الاولى والتانية والتالتة والرابعة. هنبتدي دلوقتي بمحاضرتين الأسبوع الأول، وهي المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية، وهنتكلم في أول موضوع. أول موضوع بنتكلم عن الأبعاد البيئية للإدارة العامة، هنقسمهم إلى 5 أبعاد. هنبتدي النهاردة أو في المحاضرة النهاردة بالأبعاد السياسية. طبعا لما نيجي نقول البعد السياسي، اللي هي درجة تأثير رجال السياسة على بيئة الإدارة العامة. هنبتدي نقول الدولة، ويعني ايه دولة، لان الدولة هي اول مفهوم في علم الإدارة العامة. لما نيجي نقول دولة، هي الدولة جماعة من الناس بيعيشوا على مكان معين، يعني ما نقدرش نقول ان في دولة مقسمة الى مكانين، فالدولة، لان الدولة لازم يكون لها حدود، فاقليم الدولة هو الجماعة من الافراد عايشة على اقليم معين من الارض. طيب هل لما نيجي نفرق، هل كل جماعة من الناس استقرت على مكان معين او اقليم معين من الارض تسمى دولة، ولا كده لو استقرينا في التعريف على كده بس يبقى ده معناه ان احنا ما فرقناش بين الدولة والقبائل والجماعات. الجزء الثاني من التعريف هو اللي يوضح لنا الفرق بين الدولة وبين ما هذه المفاهيم الاخرى، ان الدولة جماعة من الافراد استقرت على اقليم معين وهناك سلطة تحكم هؤلاء الافراد، هذه السلطة هي سلطة الدولة. بغض النظر هذه السلطة اتت بارادة الشعب زي الدول الديمقراطية، او اتت بعدم ارادة الشعب زي الدول الديكتاتورية، او اتت بالورث زي الدول الملكية، في النهاية هي سلطة لها سيادة وتحكم الدولة. يبقى نقول الدولة جماعة من الأفراد استقرت على إقليم وهناك سلطة تحكمهم لها سيادة عليهم. لما نيجي نشوف أركان نشأة الدولة، عشان أقول دي دولة يبقى لازم أتكلم في 3 حاجات. أتكلم إن هناك شعب هو الذي يسكن هذه الدولة، أتكلم أن هناك إقليم يعيش فيه هؤلاء الافراد، اتكلم ان في حكومة هي التي تحكم هذه الافراد وهي السلطة ذات السيادة. اذا لما نيجي نجزأ التعريف اللي قدامنا اللي بيقول ان الدولة جماعة من الافراد استقرت على اقليم معين لهناك سلطة حاكمة ذات سيادة، نقدر نطلع من التعريف دول اركان نشأة الدولة. الاول يقول لي جماعة من الافراد، يبقى احنا عندنا شعب، يبقى لازم يكون هناك شعب في هذه الدولة. ثم الشق الثاني من التعريف يقول لي استقروا على اقليم معين، يبقى في اقليم يسكن فيه هؤلاء الافراد، كده بقت الدولة. لا، لسه بقى الركن الثالث، وهناك سلطة حاكمة ذات سيادة وهي الحكومة التي تحكم هؤلاء الافراد. يبقى لما اقول لك دولة يبقى تقول لي ان الدولة دي 3 اركان، في شعب، في اقليم، في حكومة. نمسك ركن ركن من هؤلاء الثلاثة، الشعب والإقليم والحكومة. نبتدي نمسك أول ركن وهو الشعب.
طبعا مفيش في الدنيا ابدا نقول دولة بدون افراد او بدون شعب. السؤال اللي بيفرض نفسه، طب انا دلوقتي عندي دولة زي الصين فيها مليار وحوالي ونص مليون او مليار وتلتمائة مليون، وهناك دول لا يتعدى السكان فيها مئة الف نسمة، هل دي دولة ودي دولة؟ ايوة دي دولة ودي دولة. ما عنديش حد ادنى لعدد الشعب ده، ما عنديش حد ادنى يقول ان الدولة عشان اقول عليها دولة انها تبتدي بعدد معين، لا ما فيش حد ادنى لعدد افراد هذا الشعب. يبقى اذا لما اجي اقول ان الركن الاولاني من اركان نشأة الدولة وهو وجود شعب، ما عنديش حد ادنى لعدد هذا الشعب. نخلي بالنا من الكلام ده، لان احنا زي ما اتفقنا في اخر محاضرة ان احنا الاسئلة كلها تيجي بنظام الاختيارات والصح والخطأ. فاذا لما اجي اسألك سؤال، وهنشوف الكلام ده في اخر كل موضوع عن اسئلة الاختيارات والصح والغلط، اما اجي اسألك اقول لك الدولة هي ايه؟ الف اللي عدد سكانها مليون نسمة، ب اللي عدد سكانها مئة الف، جيم اللي عدد سكان دال اللي عدد سكانها لا يوجد حد ادنى، لا يشترط حد ادنى لعدد الشعب. يبقى هذه الاجابة الصح، ان لا يشترط حد ادنى لعدد هذا الشعب. يبقى نقول الركن الاولاني لنشأة الدولة وهي الشعب، لا يمكن ابدا تصور ان هناك حد ادنى لعدد هذا الشعب، ولكن لا يمكن ان يكون هناك دولة بدون افراد. نخش على الركن الثاني، الاقليم، هو المكان اللي عايش عليه سكان الدولة. يبقى ده بيحقق لي الركن الاولاني اللي هو الشعب، مش بس كده، واللي في هناك حكومة تمارس سيادتها في حدود هذا الاقليم. يبقى لما اقول لك اقليم الدولة، المكان اللي عايش عليه الركن الاولاني هم الافراد شعب الدولة، والركن الثالث اللي هو اللي بتمارس الحكومة في سيادتها داخل هذا الاقليم. هل الاقليم ده ارض بس؟ لا، لما نقول اقاليم الدولة بتقسم الى ثلاث اقاليم، ارضي اقليم الارضي، اقليم المائي، الاقليم الجوي. ابتدي بالاقليم الارضي، مساحة الارض اللي الدولة بيكون تمارس فيها الدولة سلطتها داخل حدود هذه المساحة. يعني كلنا طبعا عارفين خريطة مصر، جمهورية مصر العربية، عندنا داخل هذه المساحة تمارس فيها الدولة المصرية سيادتها. طبعا كلنا عارفين جنوبا هناك السودان، غربا هناك ليبيا، شرقا هناك البحر الأحمر والدول المجاورة. فكل داخل هذه المساحة الدولة بتمارس حدود سلطتها. طب بره الحدود دي لا، يبقى انت بتتكلم في دولة تانية، يبقى انت مالكش دعوة بيها، الدولة التانية هي اللي بتمارس سلطتها. يبقى كل دولة ليها مساحة من الارض داخل حدود هذه الدولة تمارس الدولة حقها في السيادة داخل حدود هذه الدولة وداخل حدود هذه الارض. طب نشوف بقى الاقليم المائي. طب انا عندي نوعين من المياه، واحد يقول المياه الداخلية اللي عندك، عندك انهار، عندك بحيرات، عندك مش عارف ايه، دي بالكامل خاضعة لسيادة الدولة. يبقى لما يكون عندي بحيرة من البحيرات بالكامل تقع داخل الدولة، مياه انهار او اي شيء يقع داخل الدولة بالكامل، يبقى هذه المياه هي خاضعة تماما لسيادة الدولة. الدولة عايزة تعمل مشاريع عليها، عايزة تعمل مشاريع على هذه البحيرات، يبقى انت دي مياه بتاعتك انت خاضعة لسيادة الدولة. كل المياه اللي داخل الدولة من انهار وبحيرات تقع بالكامل داخل حدود هذه الدولة هي خاضعة لسيادة الدولة. طب تعال بقى للبحار والمحيطات اللي انت كدولة بتطل عليه. احنا في مصر بنقع على البحر الاحمر وعلى البحر الابيض المتوسط، هل البحر الاحمر ده بالكامل يبقى خاضع لسيادة الدولة؟ لا، ما انت عندك دول تانية بتطل عليه، عندك فوق في الاردن بتطل على البحر الاحمر، الناحية التانية عندك السعودية بتطل على البحر الاحمر. طب تعال البحر الابيض المتوسط، كذا دولة بتطل على البحر الابيض المتوسط،
لو مشينا غربا كده هنلاقي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لو طلعنا فوق شمالا شوية هنلاقي في سوريا وبعض الدول العربية، ثم بعض الدول الأوروبية مثل اليونان، ثم لو طلعنا شمالا هنلاقي إيطاليا وفرنسا. إذن هناك دول كثيرة تقع على البحر الأبيض المتوسط. طب المحيطات تقع على أكثر من دولة. عشان نحل الإشكالية دي قال لك طب هو البحر ده يبقى بتاع أنهي دولة؟ هم في التقسيمات الدولية حدد لك ب 12 ميل بحري، سواء من البحر او المحيط اللي انت بتطل عليه الدولة، هو خاضع لسيادتك كدولة. تقدر تعمل فيها مشاريع زي ما انت عايز، تقدر تعمل مشاريع صيد سمك، عايز تعمل مشاريع استخراج بترول، عايز تعمل اي حاجة في ال 12 ميل بحري دول. اما بعد كده بتبقى مياه دولية غير خاضعة لسيادة اي دولة. يبقى لما نقول الاقليم المائي يبقى كل المياه والبحيرات والانهار التي تقع داخل حدود الدولة هي ده خاضعة لسيادتك كدولة. اما البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة فهي جزء منها فقط يخضع لسيادة. طب ده الاقليم المائي، وقبليه الاقليم الارضي. لما نخش على الاقليم الجوي بقى هنحدده ازاي؟ قال لك كل الفضاء اللي فوقيك، فوق الاقليم الارضي وفوق الاقليم المائي، هو خاضع لسيادة الدولة. مفيش طيارة تعدي الا باذن الدولة، مفيش صاروخ يمشي الا باذن الدولة، لان كل هذا الاقليم الفضائي هو يخضع لسيادة الدولة. يبقى لما نيجي نقول الاقليم الذي يسكن عليه سكان الدولة والذي تمارس فيه الدولة سلطتها داخل حدود هذا الاقليم، ينقسم هذا الاقليم الى اقليم ارضي واقليم مائي واقليم جوي. والاقليم الارضي هي مساحة الارض التي لا حدود مع الدولة، والإقليم المائي هي كل المياه الداخلية التي داخل الدولة وجزء من البحار والمحيطات التي تطل عليها الدولة، والإقليم الجوي هو كل الفضاء الذي يعلو الإقليم الأرضي والإقليم المائي. اتكلمنا عن أول ركن من أشكال من أركان الدولة وهي الشعب، وتاني ركن من أركان الدولة وهو الاقليم. نخش على ثالث ركن وهو الحكومة، وهي السلطة التي تحكم الشعب الذي سكن في هذا الاقليم. نلاحظ في كل تعريف احنا بنعرفه علاقة كل ركن بالاركان التانية. يعني لما عرفنا الشعب قلنا هو الذي يسكن على الاقليم ويخضع لسلطة الحكومة. طب لما عرفنا الاقليم برضه عرفناه علاقته بالركنين التانيين، وان هو الاقليم الذي يسكن عليه الشعب وتمارس فيه الحكومه سيادتها. طب دلوقتي احنا بنعرف الركن الثالث اللي هو الحكومه، يبقى هي السلطه التي ايه تحكم الشعب الذي سكن في هذا الاقليم. يبقى انت سلطتك يحكم على مين؟ على الشعب. ويبقى هو في هنا حدود ديموغرافيه. انا كحكومة مصرية يبقى سلطتي على الشعب المصري، انا كحكومة سعودية يبقى سلطتي على الشعب السعودي، انا كحكومة عراقية يبقى سلطتي على الشعب العراقي، انا كحكومة بريطانية يبقى سلطتي على الشعب البريطاني، انا كحكومة فرنسية يبقى سلطتي على الشعب الفرنسي. طب لو قلنا التعريف بس كده الشق الاول اللي فيه هي سلطة ازاي احكم الشعب، طب تعالى بقى نوع في اشكالية بقى لو وقفنا على التعريف عند هنا. لو قلنا السلطة اللي بتحكم الشعب، طب انا مواطن مصري بس مش عايش داخل حدود الدولة المصرية، عايش في دولة تانية، هل اخضع وانا عايش في الدولة التانية الى سلطة الحكومة المصرية والقانون الدولة المصرية؟ لا طبعا، لان في علم القانون هناك مبدأ اقليمية القانون، واللي هو إن, إن, ان كل دولة بتفرض قانونها في حدود الاقليم الذي تمارس فيه الدولة سيادتها. يبقى إذن النهاردة إحنا لما بنتكلم عن الحكومة يبقى بنعرف التعريف الأولاني، الشق الأول في التعريف، إنها سلطة ذات سيادة حكمت هذا الشعب. هل الشعب فقط؟ لا، وفي الإقليم اللي في داخل حدود الدولة. يبقى أنت يا حكومة بتمارس سلطاتك في حدود ديموغرافية هو الشعب بتاعك، وحدود جغرافية وهو إطار الحدود الدولة وإقليم الدولة. يبقى مقدرش أمارس سيادتي على شعبي اللي ساكن خارج حدود الدولة، ومقدرش أمارس سيادتي خارج حدود إقليم الدولة. ده تعريف الحكومة. طب إزاي تيجي الحكومة؟
طبعا العالم مقسم الى عديد من الدول تقدر باكثر من 200 دوله. كل هذه الدول تتنوع اساليب الحكم فيها، ما بين حكم ديمقراطي، ما بين حكم ملكي، ما بين حكم شمولي، حكم الحزب الواحد زي ايام الاتحاد السوفيتي، ما بين حكم ديكتاتوري، ما بين حكم فردي. إذن النهاردة مش شرط ان الحكومة دي تكون جت برضا الشعب، ممكن الحكومة دي تكون جت بالقهر والقوة ضد إرادة الشعب، ولكن في النهاية انها هي سلطة وسيادة تحكم الشعب. اما نيجي نتكلم بعد كده على اشكال الدول، في هنقسمها من زاويتين، الزاوية الاولى اشكال الدول من حيث التكوين، ثم اشكال الدول من حيث السيادة. هنبتدي باشكال الدول من حيث التكوين، هنقسمها الى حاجتين، في عندي دولة بسيطة موحدة ودولة مركبة بتكون من اكثر من دولة. مصر مثال للدولة البسيطة الموحدة، هي دولة السيادة واحدة غير مجزأة، ما عنديش اتنين حكام للدولة، هو حاكم واحد، دستور واحد، مجلس نيابي واحد، سلطة تشريعية واحدة. واحد يقول طب ما في مجلس الشعب والشورى، لا ده الاتنين بيكملوا بعض، زي ما في امريكا في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ده مش ضد ده له دور تشريعي وده له دور اخر. يبقى انا عندي دولة بحاكم واحد، بدستور واحد، بسلطة تشريعية واحدة، بسلطة قضائية واحدة، بحكومة واحدة. يبقى أنا خمس حاجات لابد من توفرها عشان أقول على دي دولة بسيطة موحدة زي جمهورية مصر العربية. حاكم واحد، دستور واحد، مجلس نيابي أو سلطة تشريعية واحدة، قضاء واحد، القانون اللي بيتطبق في اسكندرية زي اللي بيتطبق في أسوان زي اللي بيتطبق في أي حتة في مصر، وحكومة واحدة. ودليل أن في كل نشاط هناك وزير واحد، ما عندناش اتنين وزراء للسياحة، ما عندناش اتنين وزراء للتعليم، ما عندناش نظام تعليم في شمال مصر ونظام تعليم في جنوب مصر، هو نظام واحد. يبقى اذا انا دولة بسيطة موحدة لا تجزأ فيها السيادة، وهي خاضعة لحاكم واحد ودستور واحد وسلطة تشريعية واحدة ونظام قضائي واحد وحكومة واحدة. نخش على بعض الدول التي تكون في شكل دول مركبة، او الدول المتحدة او المؤلفة من اكثر من دولة. لما قسموا الدول المركبة والتي تكون فيها اتحاد من اكتر من دولة، هناك اربع اشكال لهذه الدول. الشكل الاول بنقول عليه اتحاد شخصي او اتحاد رئاسي، هما دولتين مستقلتين عن بعض، ولكن هناك شخص واحد يتولى رئاسة الدولتين. يعني هنا في نظام قضائي وهنا في نظام قضائي، هنا في نظام نيابي وهنا في نظام نيابي اخر، او قد يكون دولة فيها نظام نيابي ودولة لا يوجد فيها. هل في التاريخ مثال كده؟ ايوة، في تاريخنا احنا كمصر شفنا الاتحاد الشخصي او الرئاسي. احنا زمان كنا نقول الملك فاروق ملك مصر والسودان، مع ان مصر كان فيها ايام الملك فوق دولة نيابية فيها مجلس نواب، والسودان لم يكن فيها لم يكن فيها مجلس نيابي. اذا كان شخص رئيس واحد او شخص واحد هو الذي يتولى رئاسة الدولتين. في تجربة اخرى حصلت لنا في الستينات، وعندما اتحدت مصر وسوريا تحت رئاسة شخص واحد وهو الرئيس جمال عبد الناصر، كان برضو هناك حكومة في سوريا وهناك حكومة في مصر. اذا كان هناك دولة اتحدت الدولتين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وده كان في اوائل الستينات من القرن الماضي. فمع ان كان هناك حكومة في سوريا وحكومة في مصر، ولكن الاتحاد الذي بين الدولتين كان يتمثل في ان هناك شخص واحد وهو رئيس جمال عبد الناصر يتولى رئاسة الدولتين. يبقى اول شكل من اشكال الدول المركبة، الدول المتحدة من اكثر من دولة في دولة واحدة، هو ان هناك شخص واحد يتولى رئاسة هذه الدولتين، والصلة الوحيدة بين الدولتين دول بتتمثل في شخص رئيس الدولة. النوع الثاني الاتحاد التعهدي او الاستقلالي،
قال لا، سمي استقلالي. استقلالي ليه؟ كل دولة بيبقى ليها سيادة داخلية وسيادة خارجية. السيادة الداخلية بتتمثل ان انا داخل دولتي ليا مطلق السيادة في داخل حدود الدولة. عايز اعمل هنا مشروع سياحي، اعمله مشروع زراعي، اعمل الارض دي منطقة صناعية، اقول الارض دي تكون ارض زراعية، اقول الارض دي منطقة سياحية، اعمل هنا قاعدة عسكرية. انا داخل حدود دولتي ليا مطلق السيادة الداخلية. والسيادة الخارجية هي علاقتك كدولة بالدول الاخرى، برضو الدولة حرة في سيادتها الخارجية. عايز امضي اتفاقية سلام مع هذه الدولة، عايز اسحب التمثيل الدبلوماسي مع هذه الدولة، عايز اعزز علاقاتي واعمل معاهدات واتفاقيات بدول تانية، انت لك مطلق الحرية في السيادة الخارجية. يبقى اذا كل دولة ليها سيادة داخلية وليها سيادة خارجية. في الاتحاد التعاهدي او الاستقلالي الدولتين مستقلتين عن بعض في سيادتهم الداخلية والخارجية. طب حد يسأل، طب امال ايه نوع الاتحاد هنا؟ هو ان هناك نوع من الاتفاق ينشأ بين الدولتين او اكثر من دولتين، هذا الاتفاق يكون بمناسبة معاهدة الزامية على كلا الايه الدولتين او اكثر اللي داخلين في هذه المعاهدة. وابسط مثال على كده ان احيانا بعض الدول بتمضي مع بعض حاجة اسمها اتفاقية دفاع مشترك، ودي كانت بيننا وبين سوريا لغاية وقت قريب، اتفاقية الدفاع المشترك، ان لو حد اعتدى عليك انا هخش في الدفاع معاك، وانت لو حد اعتدى عليك انا هخش في الدفاع معاك. مثال حي النهاردة دول الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الاوروبي كل دولة مستقلة عن الدولة التانية في السيادة الداخلية، وايضا مستقلة عن دول الاتحاد في السيادة الخارجية، بدليل ان بريطانيا ليها وزير خارجية، فرنسا ليها وزير خارجية، ايطاليا ليها وزير خارجية، النمسا ليها وزير خارجية، بلجيكا ليها وزير خارجية. يبقى اذا كل دولة ليها وزير خارجية، ده معناه ان كل دولة مستقلة في سيادتها الخارجية، وطبعا كل دولة ليها حكومة ووزراء، يبقى كل دولة مستقلة في سيادتها الداخلية. امال ايه شكل الاتحاد بين الدول الاتحاد الاوروبي؟ هو اللي احنا بنشرح فيه ده تاني نوع، الاتحاد التعهدي والاستقلالي. في بينهم اتفاقيات اقتصادية مشتركة، في بينهم عملة موحدة، وفي بينهم اتفاقية دفاع مشترك اللي احنا بنسميه حلف الناتو، ان كل الدول الاوروبية طبعا اذا احد من دول العالم تضرر او اعتدى على احدى هذه الدول، سيكون هون كل هذه الدول مجتمعة تدافع عن هذه الدولة. يبقى نعيد تاني ان الاتحاد التعهدي او الاستقلالي هو مكون من دولتين او اكتر، طبعا مش شرط دولتين، ممكن يكونوا اكتر من كده زي الاتحاد الاوروبي. كل دولة مستقلة عن دول الاتحاد في سيادتها الداخلية والخارجية، ولكن هناك معاهدة او اتفاقية تربط هذه الدول، ومثال اتفاقية الدفاع المشترك. نخش بالنوع الثالث من اشكال الدول المركبة، وهي الاتحاد الفعلي او احيانا يسمى بالاتحاد الحقيقي. الاتحاد الفعلي او الاتحاد الحقيقي برضو بيشكل من دولتين او اكتر، دولتين او اكتر، كل دولة محتفظة بكامل سيادتها الداخلية، ولكن تنزلت عن سيادتها الخارجية لصالح دولة الاتحاد. يبقى ده عكس الاتحاد التعهدي بقى، ان الاتحاد التعهدي او الاستقلالي كل دولة مستقلة عن الاخرى في السيادة الداخلية والخارجية. لكن لما اتكلم عن الاتحاد الفعلي او الحقيقي، لا، كل دولة مستقلة عن الدولة التانية في السيادة الداخلية، ولكن لا يوجد لدولة سيادة خارجية. طب ادينا مثال، الامارات العربية المتحدة مكلفة او مكونة مؤلفة من 7 امارات، دبي، ابو ظبي، الفجيرة، الشرق. هذه الامارات السبعة كل امارة مستقلة عن الامارة التانية في سيادتها الداخلية، ولذلك بنجد ان النظام القانوني احيانا قوانين تختلف من امارة لاخرى زي دبي، ابو ظبي، الشارقة، ولكن ما لقيناش حاجة اسمها وزير خارجية دبي، ما فيش حاجة اسمها وزير خارجية الشارقة،
ما فيش حاجة اسمها وزير خارجية أبو ظبي، هو وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة. يبقى دي شكل من أشكال الاتحاد الفعلي أو الحقيقي الذي تختفي فيه السيادة الخارجية لكل دولة أو كل إمارة ولصالح دولة الاتحاد، ومع احتفاظ كل دولة أو كل إمارة بالسيادة الداخلية. النوع الرابع من أشكال الدول المركبة هي الاتحاد المركزي أو الاتحاد الفيدرالي زي الولايات المتحدة الأمريكية، تسمى دولة فيدرالية. الدولة الفيدرالية زي الولايات المتحدة تشكل من 51 أو 52 ولاية، كل ولاية تنزلت عن سيادتها الخارجية. برضو ما مليش حاجة اسمها وزير خارجية كاليفورنيا، وزير خارجية تكساس، وزير خارجية واشنطن، في وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا جزء من السيادة الداخلية تنزلت في كل ولاية لصالح دولة الاتحاد. يبقى إذن هناك في النظام الداخلي جزء مشترك يربط الولايات كلها ببعضها البعض، وهناك جزء تستقل في كل ولاية بنظام قضائي ونظام داخلي عن الولايات الأخرى. يبقى نعيد بسرعة أشكال الدول من حيث التكوين. قلنا دولة بسيطة موحدة مثال مصر، دولة بحاكم واحد، بدستور واحد، بحكومة واحدة، بسلطة تشريعية واحدة، بسلطة نظام قضائي واحد وسلطة قضائية واحدة، بحكومة واحدة. وأشكال الدول المركبة أو المتحدة، هناك الاتحاد الشخصي أو الرئاسي عندما يتولى شخص واحد رئاسة دولتين أو أكثر، زي ما كنا بنقول الملك فاروق ملك مصر والسودان، زي ما كنا بنقول الرئيس جمال عبد الناصر رئيس مصر وسوريا. الاتحاد تاني نوع الاتحاد التعهدي والاستقلالي، هي مؤلف من دولتين أو أكثر، كل دولة تنازلت كل دولة احتفظت بسيادتها الداخلية وسيادتها الخارجية، ولكن هناك معاهدة أو اتفاقية تربط هذه الدول ببعضها البعض مثل دول الاتحاد الأوروبي. في الاتحاد الفعلي أو الحقيقي، ومؤلف من دولتين أو أكثر، كل دولة تنازلت عن سيادتها الخارجية لدولة الاتحاد واحتفظت بسيادتها الداخلية مثل الإمارات العربية المتحدة. الاتحاد المركزي أو الفيدرالي، هو مؤلف من دولتين أو أكثر، كل دولة تنازلت عن سيادتها الخارجية وأيضا تنازلت عن جزء من سيادتها الداخلية لدولة الاتحاد. نخش في تاني حاجة بقى، أشكال الدول من حيث السيادة. هناك دولة كاملة السيادة، يمكن معلش التايتل على السلايد قدامكو مش مظبوط، التايتل الأحمر دون، هي طبعا مش دولة بسيطة موحدة ودولة مركبة، هي النوع الأول دولة كاملة السيادة والنوع الثاني دولة ناقصة السيادة. يبقى السلايد فيه غلط طباعي، هو أصل هي مش دولة بسيطة موحدة، هي دولة كاملة السيادة، والنوع الثاني مش دولة مركبة، هي دولة ناقصة السيادة. الدولة كاملة السيادة هي دولة مثل مصر تتمتع بكامل سيادتها الداخلية والخارجية، لا أنا بخضع لرقاب الدولة تانية، ولا بخضع لسيطرة دولة تانية، ولا خاضع لوصاية دولة أجنبية، ولا خاضع لوصاية منظمة دولية زي الأمم المتحدة. يبقى لما أقول أنا دولة كاملة السيادة، يبقى أنا متمتع بكامل سيادتي الداخلية والخارجية، مفيش دولة بتسيطر عليها زي الدول المستعمرة، مفيش دولة حمياني زي الدول المحمية، مفيش دولة وضعاني تحت الوصاية زي ما كانت مصر تحت الانتداب البريطاني، ولا فيه دولة محطوطة، ولا أنا محطوط تحت الوصاية الدولية. نخش في النوع الثاني وهي الدول ناقصة السيادة. طبعا لما قلنا الدولة كاملة السيادة هي الدولة المتمتعة بكامل السيادة الداخلية والخارجية، أما الدول ناقصة السيادة هي الدول التي لا تتمتع بكامل الأهلية ولا كامل شخصيتها، وبالتالي هناك دولة أخرى أو منظمة أجنبية بتسيطر على سيادة الدولة. أنواع الدول ناقصة السيادة عندي أربع أشكال. الشكل الأول الدولة المحمية، أنا كدولة ببقى خاضع لحماية دولة أجنبية. طب أنا طول ما أنا خاضع لحماية دولة أجنبية، يبقى في خلال فترة الحماية دي أكيد هكون دولة ناقصة السيادة، ففقدت جزء من سيادتي الخارجية، أو بنسميها أحيانا سيادتي الدولية وعلاقتي بالدول التانية، وأيضا فقدت جزء من سيادتي الداخلية لصالح الدولة الحمياء.
يبقى الدولة اللي بتحميني بتتحكم فيا، وبالتالي أنا فقدت جزء من سيادتي الداخلية والخارجية. هناك طبعا أمثلة كتير في دول العالم لدول محمية. مصر دولة طبعا كاملة السيادة، كنا أيام زمان أيام الاستعمار البريطاني خاضعين للحماية والوصاية البريطانية، وطبعا كنا أثناء هذه الحقبة من التاريخ دولة ناقصة السيادة، أما الآن نحن دولة كاملة السيادة، لا نخضع لسيادة دولة خارجية ولا نخضع لسيطرة أو وصاية دولة أجنبية أو منظمة دولية. يبقى الشكل الأول من الدول ناقصة السيادة هي الدولة المحمية. الشكل الثاني هي الدولة المستعمرة. يمكن من سنة 1884 عندما كنا خاضعين للاستعمار البريطاني، يبقى أنت لا تخضع لحماية دولة أجنبية فقط، وإنما تخضع لسيطرة دولة أجنبية. هذه الدولة متحكمة في معظم سيادتك الداخلية والخارجية طول ما أنت تحت الاستعمار. في هناك الشكل الثالث وهي الدولة التابعة، إن أنا بكون تابع لدولة أخرى طبعا، طول ما أنا تابع لهذه الدولة الأخرى بفقد جزء كبير من سيادتي الداخلية وتقريبا كل سيادتك الخارجية. ويمكن في أمثلة في التاريخ زي ما كان هونج كونج تابعة للصين، تايوان كانت دولة تابعة للصين. يبقى الدول طول ما أنا تابع لدولة تانية بكون طبعا فاقد جزء كبير من سيادتي. الشكل الأخير من الدول ناقصة السيادة هي الدولة التي تضع تحت إشراف دولي، هي بتكون تحت وصاية منظمة دولية غالبا الأمم المتحدة. شفنا في التاريخ المعاصر مثل البوسنة والهرسك عندما وضعت تحت الإشراف الدولي لبعض المشاكل التي تحدث داخل هذه الدول، طول ما أنت طبعا خاضع لفترة الوصاية تكون دولة ناقصة السيادة. يبقى تلخيص سريع لهذا السلايد، ان احنا عندنا اشكال الدول من حيث السيادة، وانا بتأسف على هذا الخطأ المطبعي. هي مش طبعا قدامك مكتوب على السلايد دولة بسيطة ودولة مؤكبة، لا غلط، هي دولة كاملة السيادة ودولة ناقصة السيادة. واكرر تاني ان الدولة الكاملة السيادة مثل جمهورية مصر العربية دولة لا اخضع لسيطرة دولة اجنبية، ولا اخضع لحماية دولة اجنبية، ولا اخضع لرقابة دولة اجنبية، ولا اخضع ولا اضع تحت وصاية دولة او منظمة دولية. وانا بتمتع بكامل السيادة الداخلية وكامل السيادة الدولية، او ساعات نسميها بدل السيادة الدولية السيادة الخارجية. اما النوع الثاني وهي الدول ناقصة السيادة، وهي تنقسم الى اربع اشكال: الدولة المحمية التي توضع تحت حماية دولة اخرى، الدولة المستعمرة الخاضعة بالكامل لسيطرة دولة اجنبية، الدولة التابعة التي تتبع دولة اخرى، والدولة التي توضع تحت الوصاية الدولية. وكلها اشكال لدول لا تتمتع بكامل السيادة، وبالتالي تسمى هذه الدول دول ناقصة السيادة. بالنسبة للحكومة، وإحنا قلنا إن الحكومة ده ركن من أركان الدولة، لأن اتفقنا إن الدولة ثلاث أركان: شعب وإقليم وحكومة، وخدنا أشكال الدول. لما نيجي نقول الحكومة، كيف تمارس الحكومة سلطتها وإزاي بتحكم الشعب؟ جرى العرف أن تسمى الحكومة هي السلطة التنفيذية للدولة. وهناخد في موضوع جاي زي ما اتفقنا، احنا عندنا أربع موضوعات. أول موضوع احنا بنتكلم فيه هو الأبعاد البيئية، هنخش في موضوع بعد كده عن سلطات الدولة، وهنعرف أن الدولة في العصر الحديث بتتكون من ثلاث سلطات: سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية، سلطة قضائية. الحكومة هي ركن من هذه الثلاث سلطات، وهي السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية هي ممثلة في رئيس الدولة، وإن كان له نواب، ومجلس الوزراء والوزراء، وكل الهيئات التابعة للوزراء. يعني لما نيجي نقول مثال زي مصر، شخص رئيس الدولة هو قمة السلطة التنفيذية، ثم يأتي رئيس مجلس الوزراء، ثم هناك وزارات، وهذه الوزارات يتبع بعض الهيئات. يعني لما نيجي نقول مثلا وزارة زي وزارة النقل، يتبع هيئة السكة الحديد، يتبع هيئة النقل العام، يتبع هيئة البريد. وزارة مثلا زي وزارة المالية، يتبعها مصلحة الضرائب، يتبعها مصلحة الجمارك، يتبعها مصلحة الدمغة والموازين. إذن احنا بنتكلم لنقول حكومة، يبقى الحكومة دي
هي الطريقة اللي بتمارس بها الحكم والتي نسمى السلطة التنفيذية، والتي تتمثل في شخص رئيس الدولة ونواب رئيس الدولة والوزراء والهيئات التابعة لهذه الوزارات. هنتكلم على أشكال الحكومات، الأبعاد الاقتصادية. يمكن مراجعة سريعة على الأبعاد السياسية كده، اتكلمنا عن الدولة وأركانها، قلنا في أركان الدولة شعب وهناك إقليم وهناك حكومة، واتكلمنا عن الدول وأشكالها من حيث التكوين ومن حيث السيادة، دول بسيطة ودول مركبة، ومن حيث السيادة دول كاملة ودول ناقصة، واتكلمنا عن الحكومة، واتكلمنا عن مصدر السيادة لهذه الحكومات. كده مش عايزين أكتر من كده في الأبعاد السياسية. أي حاجة تاني في الكتاب زيادة عن اللي احنا قلناه أنت مش مطالب بيها، أنت مطالب فقط باللي احنا قلناه على هذا الشرح. بنخش بعد الأبعاد السياسية لنقطة تانية وهي الأبعاد الاقتصادية. هنتكلم عن ثلاث نقط في الأبعاد الاقتصادية، هنتكلم على الأنظمة الاقتصادية المختلفة للدول، هنتكلم على تبعية النظام الاقتصادي وازاي النظام الاقتصادي بيكون تابع لبعض، وهنتكلم على التكتلات الدولية. أول حاجة هتكلم على النظام الاقتصادي. بالنسبة للنظام الاقتصادي للدولة، طبعا النظام الاقتصادي هي النظام التي تسير عليه الدولة اقتصاديا، وهنقسمه لثلاث أنواع. أول حاجة هنقسمه إلى نظام اقتصادي رأسمالي، وبعد كده في نظام اقتصادي اشتراكي، وبعد كده في نظام اقتصادي مختلط. الفرق بين الثلاث أنظمة اقتصادية أو النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام المختلط هي مشروعات الاقتصادية، من الجهة التي تملكها. في النظام الاقتصادي الرأسمالي ملكية المشروعات بتكون ملكية خاصة، بمعنى لما نيجي نقول مثلا مصانع، لما نيجي نقول مثلا مناطق سياحية، مزارع، كل ده بيكون ملك أفراد خاصة أو شركات أو عائلات. الدولة مجرد أنها بتحط النظام الاقتصادي، أما الملكية بتكون للمشروعات. والنهاردة طب لما نيجي نقول أجهزة الإدارة العامة في الدولة، أجهزة الإدارة العامة في الدولة بيكون دورها مقتصر على الأمن والدفاع والقضاء والعلاقات الخارجية. النظام الاقتصادي الثاني والنظام الاقتصادي الاشتراكي، ودي احنا كنا دولة اشتراكية في العهد الحديث لغاية يمكن اول السبعينات. النظام الاقتصادي الاشتراكي وهي دولة ان بتكون كل المشروعات فيها ملكية عامة، يبقى اذا الدولة هي اللي بتمارس النشاط الاقتصادي، هي الدولة اللي بتنتج، الدولة اللي بتزرع، الدولة اللي بتوزع، الدولة اللي بتتاجر، وكل الشركات بتكون خاضعة لملكية الدولة. كل الشركات، خلي بالنا في النقطة دي، بتكون خاضعة لملكية الدولة. الدولة هي اللي بتنتج وهي اللي بتزرع وهي اللي بتعمل. طب لما اجي اقول لي ايه الفرق بين اجهزة الادارة العامة في دولة رأسمالية الاقتصاد فيها ملكية خاصة، واجهزة الادارة العامة في دولة اشتراكية الملكية فيها بتكون ملكية عامة؟ الدولة الاشتراكية بتكون أجهزة الإدارة العامة فيها أكبر كثيرا من الدول الرأسمالية، لأن في الدول الرأسمالية مجرد الدولة فقط هي بتنظم وتراقب، أما في الدول الاشتراكية الدولة اللي بتنتج، هي اللي بتزرع، هي اللي بتوزع، وبالتالي في الدول الاشتراكية بنجد وزارة للصناعة ونجد وزارة للتموين، لأن الدولة هي المسؤولة عن تقديم السلع التمويلية للناس، وبنجد وزارة تموين، وبنجد وزارة للصناعة، وبنجد وزارة للتخطيط، وبنجد بعض الوزارات اللي ما بنلاقيهاش في الدول الرأسمالية. ليه؟ لأن في الدول الرأسمالية أنا كدولة
انا مش مسؤول الا على الاعمال الاساسيه اللي احنا قلنا عليها، الامن والدفاع والقضاء والعلاقات الخارجيه وتيسير بعض الامور الاقتصاديه، التعليم طبعا، الصحه، الخدمات الاساسيه للمواطن، دي موجوده، الوزارات دي موجوده اكيد في الدول الراسماليه والدول الاشتراكيه. لكن نيجي نلاقي مثلا خدمه زي وزاره التموين، هي موجوده اساسها في الدول الاشتراكيه على اساس ان الدوله هي المسؤوله عن توفير السلع الاساسيه للمواطن، ده مش موجود في الدول الرأسماليه على اساس ان الدوله ما بتديش للمواطن سلع اساسيه. لما نيجي نقول مثلا وزاره زي وزاره الصناعه، نجد انها موجوده في الدول الاشتراكيه على اساس ان الدوله هي المسؤوله عن اعمال التخطيط الصناعي، اما في الدول الرأسماليه ما نلاقيش فيها وزاره اسمها وزاره الصناعه على اساس ان هناك الحريه في التملك الاقتصادي، اللي عايز يعمل اي مشروع يعمله، اما الدوله بتحط ضوابط وبتدي تراخيص وبتاخد ضرائب وحتى اشتراطات وشروط، الدوله تراقب على هذه الشروط حتى تديك التراخيص، ولكن لا تقوم هي بنفسها بالانتاج. يبقى النظام الاداره العامه في الدول الاشتراكيه هي انظمه اكبر واضخم كثيرا من انظمه الاداره العامه في الدول الرأسماليه. نيجي للنوع الثالث اللي احنا منه كمصر، هي النظام الاقتصادي المختلط، وهي ان هناك ملكية عامة وملكية خاصة في ذات الوقت. يعني دولة لا هي نظام رأسمالي خالص ولا هي نظام اشتراكي خالص، وانما هي خليط من الانظمة الرأسمالية والاشتراكية. بنجد في مصر وزارة زي وزارة التموين مسؤولة عن تقديم السلع الاساسية للمواطن، دي وزارة مستمدة من الأنظمة الاشتراكية ولكن ما زالت موجودة، ده يدل على ان احنا ما زلنا نظام مختلط لا يجمع بين بعض الاساليب الرأسمالية وبعض الاساليب الاشتراكية. ده كان اول نوع الأنظمة الاقتصادية. طبعا تاني نقطة انت مش مطالب بيها اللي هي تبعية النظام الاقتصادي، هنخش على اخر نقطة في الابعاد الاقتصادية وهي التكتلات الدولية. اي تكتل اقتصادي، ويمكن مثال على ذلك هي دول الاتحاد الاوروبي، هنشوف الست مراحل بتوع التكتلات الاقتصادية ونقول احنا في مصر او في الدول العربية واقفين عن انهي نقطة في الستة، ونشوف دول الاتحاد الاوروبي وقفت عند انهي مرحلة. بداية اي تكتل اقتصادي بيمر على مرحلة واحد، مرحلة تعاون اقتصادي، ثم اثنين منطقة تجارة حرة، ثم ثلاثة اتحاد جمركي، ثم سوق مشتركة، ثم وحدة اقتصادية، ثم اندماج اقتصادي كامل. تعال نشوف كل واحدة. تعاون اقتصادي، انا كدولة ليا نظام اقتصادي وانت كدولة تانية ليك نظام اقتصادي، هنبتدي ناخد بعض الاجراءات بينا من بعض زي اتفاقيات مشتركة كده عشان نخفف شوية القيود التي تعوق انسياب السلع بين الدولتين. اي قيود متعلقة بانسياب السلع بين الدولتين بتتمثل في قيود كمية او اللي بنسميها الرسوم او التعريفة الجمركية. انا لما بفرض طبعا جمارك على اي سلعة مستوردة جيالي من بره، ده بيعوق حركة التجارة او يعوق حركة هذه الدولة في تصدير منتجاتها ليا، وهم لما يفرضوا جمارك على السلعة اللي انا هبيعها لهم برضو هم بيعوق التجارة. لان هفترض مثلا ان انا هستورد سيارة ب 10,000 دولار، لما افرض عليها جمارك 10,000 دولار تاني، يبقى انا هدخلها ب 20,000 دولار، يبقى انا رفعت من سعرها، فلما رفعت من سعرها قللت طبعا الكمية، لان كلنا عارفين ان في علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة، كل ما السعر زاد كل ما الكمية المطلوبة اكيد هتقل، لان لما السعر بيزيد ده بيحرم شرائح مجتمعية ذات دخل اقل في شراء هذه السلع. يبقى انا في قيود بيننا ومن دول زي الجمارك، وهناك قيود اخرى وهي اسمها حصص استيرادية. الحصص الاستيرادية ان انا بقول انا مش هستورد من الدولة دي الا حصة معينة من سلعة معينة، مش هستورد اكتر من كده. وجود مثل هذه الجمارك ومثل هذه الحصص الاستيرادية هي معوقات بتعوق حركة التجارة بين الدول،
لما بنيجي في اول مرحله وهي مرحله التعاون الاقتصادي بنبتدي نخف شويه من هذه القيود. انا قلت مش هنشيلها ولكن بنخف منها، يعني لو الجمارك مثلا 60% نزلها 30%، حصه الاستيراد لو انا بستورد من الدوله دي مثلا حصه استيراد مثلا 100,000 راس ماشيه هخليهم مثلا 150,000، او لو بستورد مثلا مليون طن سكر هخليهم 2 مليون. يبقى اذا في تخفيف وطئه القيود، انا بقلل الجمارك وبزود من الحصص الاستيراديه. دي اول مرحله وهي مرحله التعاون الاقتصادي بين الدول. نخش في تاني مرحله وهي مرحله منطقه التجاره الحره. هنا بقى بنشيل كل القيود اللي بين الايه بين الدول دي، سواء رسوم جمركيه بتتلغي تماما او سواء قيود كميه اللي احنا قلنا عليها حصص استيراد بتتلغي تماما. يبقى لما اقول منطقه تجاره حره يبقى احنا لغينا الجمارك ولغينا كل حصص الاستيراد اللي بين الدول، زي دول الخليج فيما بينها منطقه تجاره حره، مش كده؟ زي بعض الدول اللي بتمضي مع بعض منطقه تجاره حره، يمكن احنا معظم الدول العربيه يعني واقفين عند هذه النقطة في التكتلات الاقتصادية وهي منطقة التجارة الحرة يعني، وفي بعض الدول ما تجاوزتش هذه النقطة. ونرجع للنقطة الأولانية اللي هي التعاون الاقتصادي اللي هو تخفيف وطئة القيود، أما في التجارة الحرة هي إزالة كل القيود، وده الفرق بين الاثنين. وخلي بالكم كويس، في التعاون الاقتصادي أنت بتخفف القيود مش بتلغيها، الجمارك بتقللها، الحصص الاستيراد بتزودها، لكن في منطقه التجاره الحره انت ما مش بتخفف القيود، انت بتشيل كل القيود سواء كان جمارك او حصص استيراد. المرحله الثالثه بقى في التكتل الدولي هي مرحله الاتحاد الجمركي. مرحله الاتحاد الجمركي ان انت في المرحله دي بقى انت مش 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 بس لغيت الرسوم الجمركيه والقيود الكميه، انت مش بس لغيت الرسوم الجمركيه والحصص الاستيراد، انت وحدت التعريفه الجمركيه بين الدول دي. يعني ايه؟ هفترض ان مصر والسعوديه منطقه تجاره حره، يعني السلعه اللي هتنتج في مصر هتخش السعوديه بدون جمارك، والسلعه اللي هتنتج في السعوديه هتخش مصر بدون جمارك. كويس، يعني احنا وبيننا وبينهم منطقه تجاره ومفيش حصص استيراد. يعني مثلا مش احنا في مصر جينا قلنا ما نجيش نقول ايه مثلا احنا هنستورد مثلا في السنه 1,000,000 طن تمور من السعوديه، مش اكتر من كده، لا دي مش موجوده، مفيش حد اقصى للاستيراد ولا هم حاطين لنا حد اقصى للاستيراد، لا حصه استيراديه. يعني ما يجوش يقولوا مثلا احنا هنستورد من مصر حد اقصى في السنه 1,000,000 طن برتقال، لا هو عايز في السعوديه اي تاجر او اي جهه عايزه تشتري سلعه من مصر يشتري، تخش هناك بدون جمارك وبدون حد اقصى لكميه هذه السلعه، واحنا هنا في مصر اي مستورد اي جهه عايزه تشتري سلع من السعوديه تشتري بدون جمارك بدون حد اقصى. يبقى احنا وهم في منطقه تجاره حره، بس ما وصلناش لاتحاد جمركي. اتحاد جمركي يعني ايه بقى؟ توحد الجمارك اللي بينك وبين الدوله الثانيه. احنا لاختلاف الانظمه الاقتصاديه مش قادرين نوصل للنقطه دي، وهضرب مثال. احنا عندنا جمارك على السيارات، السعوديه مع بعض الدول ما عندهاش جمارك على السيارات. طيب هفترض سياره اوروبيه ذات احدى الماركات الاوروبيه اللي احنا عارفينها، المانيه بقى، سياره فرنسيه، تمنها بيع مصنعها وليكن نقول مثلا $5,000، $5,000 يعني 75,000 جنيه. لو انا عندي جمارك على السيارات تتجاوز 100% هنا في مصر، يعني معنى كده انا بقول السيارة، او هفترض ان هي 100%، بقول السيارة اللي $5,000 دي انا هفرض عليها $5,000 جمرك، فهدخلها $10,000، الدولار بحوالي 15,000 جنيه، يبقى انا رفعت تمنها 150,000 جنيه، ضيف عليها مكسب التاجر والعمولة والحاجات دي توصلها في السوق 200,000 جنيه. جميل قوي. لو هي بتطلع من مصنعها اتباعت لمصر $5,000، بس دخلنا هنا فرضنا عليها جمارك، دخلت السعودية $5,000. لو تتباع في السعودية بتمن ارخص من مصر على اساس هناك ما تفرضش عليها جمارك. فلو انا عامل اتحاد جمركي،
هوحد التعريف الجمركية للسلعة اللي جاية من بره الدولتين دول، من سلعة من دولة تالتة، وليكن اعمل اتحاد جمركي من مصر والسعودية، يبقى اي سلعة جاية من دولة اجنبية تالتة غير مصر والسعودية هيخش في مصر يتفرض عليها الجمارك نفس التعريف الجمركي يتفرض على السعودية، يبقى انا وحدت السعر بين الدولتين. اما احنا الاختلاف الانظمة الاقتصادية ما نقدرش نعمل كده، وإلا احنا لو العربية نفس الماركة اللي موجودة في دول خليجية ممكن نلاقي سعرها اقل من هنا في السوق المصرية، لان احنا هنا فرضين جمارك ما نقدرش نجيبها من هذه الدولة الا اذا فرض عليها جمارك. اما طبعا واحد يقول لي طب ما انا ممكن اجيبها من السعودية، ما احنا عندنا التجارة حرة. لا، انت تقدر تجيب من السعودية السلع المنشأ السعودي، ولكن ليست سلع السعودية استوردتها من بره تخش مصر بدون جمارك. يبقى الاتحاد الجمركي المرحلة التالتة اللي بنوصل فيها ان احنا مش بس لغينا الرسوم الجمركية وحصص الاستيراد اللي هي القيود الكمية على السلع، لا ده احنا التزمنا بتعريفة جمركية واحدة بيننا ومن بعض. نخش في المرحلة الرابعة واللي احنا بنحلم بيها، نوصل لسوق عربية مشتركة. الحركات التبادل الاقتصادي بين الدول تتمثل في حركة رأس المال، يعني مثلا انا مستثمر مصري عايز اعمل مشروع في السعودية، او مستثمر سعودي عايز اعمل مشروع في مصر، يعني دي حركة رأس المال. في حركة العمل، هفترض مثلا ان طبيب مصري عايز يروح يشتغل في السعودية، طبيب سعودي عايز يجي يشتغل في مصر، مهندس او محاسب او محامي مصري هيشتغل في السعودية او العكس. يا هناك حركة العمل، وهناك قبلها اتفقنا على حركة رأس المال. هل هناك قيود على هؤلاء الحركات ولا لا؟ اذا تم الغاء هذه القيود يبقى وصلنا الى سوق مشترك. انا مواطن مصري، انا هو عايش في القاهرة، لو رحت اشتغلت في اسكندرية ما حدش يقول لي حاجة. طب لو رحت اشتغلت في دولة عربية، لا هنا في قيود، في بعض القيود في حركات هذا العمل، حركة رأس المال. عايز فلو وصلنا لهذه النقطة وهي الغاء كل الحواجز والقيود في حركات رأس المال، الاستثمارات والتعاملات البنكية وحركة العمل وحركات العمال، يبقى احنا وصلنا لسوق عربية مشتركة، ونتمنى نوصل لها. المرحلة الخامسة بقى الوحدة الاقتصادية. انت مش بس شلت قيود السلع، ما احنا قلنا الحركات بين الدول حركة رأس مال وحركة عمل وقبلها حركة السلع، بس حركة السلع انت خلاص خليتها حرة من المنطقة من المرحلة التانية اللي هي مرحلة منطقة التجارة الحرة. اما في السوق المشتركة انت مش بس لغيت قيود السلع زي في منطقة التجارة الحرة، لا ده انت لغيت قيود التي تعوق حركة رأس المال والعمل. يبقى في السوق المشتركة انت لغيت، انت في التجارة الحرة وصلت للغاء قيود على حركة السلع بين الدول، مفيش لا جمارك ولا حاجة من الدول. في المنطقة الرابعة السوق المشتركة انت لغيت حركة الحواجز اللي بتعوق حركة رأس المال والعمل. يبقى في السوق المشتركة انت وصلت للإلغاء قيود على ثلاث حاجات، على حركة السلع وحركة رأس المال وحركات العمل بين الدول الأعضاء. في الوحدة الاقتصادية انت مش بس شلت العوائق الثلاثة دول، لا ده انت وحدت السياسة المالية والنقدية، وده اللي شفناه في اوروبا في العملة الاوروبية الموحدة اليورو اما وصلوا لمرحلة الوحدة الاقتصادية. يبقى اذا دول الاتحاد الاوروبي النهاردة وقفت عند المرحلة الخامسة وهي مرحلة الوحدة الاقتصادية. وان كان يعني يمكن انت شايف قدامك المرحلة السادسة اندماج اقتصادي كامل، ان خلاص بقى الدول الاعضاء كلها تندمج اقتصاديا تحت سلطة اقتصادية واحدة، دي لسه اوروبا ما وصلتلهاش. وان كان هناك مشاكل كتيرة النهاردة في دول الاتحاد الاوروبي، قد يتراجعوا في الست مراحل دول لمرحلة يعني مثلا لما في الوحدة اقتصادية هل ممكن يرجعوا لمرحلة السوق المشتركة انهم يلغوا العملة الموحدة ويرجعوا تاني بس يبقى ما بين زي ما كنا نقول زمان السوق الاوروبية المشتركة، هي دول مفتوحة على بعض في حركات السلع ورأس المال والعمل، لكن ما كانوش وصلوا للعملة الموحدة. لما وصلوا للعملة الموحدة اذن هم دلوقتي في مرحلة وحدة اقتصادية، ان في انسجام في السياسة المالية والنقدية ليهم وبعض. لما بقى يوصلوا لاندماج اقتصادي كامل وهي كلهم يخضعوا لسلطة اقتصادية واحدة زي الولايات المتحدة الامريكية النهاردة في المرحلة السادسة
اندماج اقتصادي كامل. اعيد تاني سريعا لو في بعض الامور مش واضحة على هذه التكتلات الدولية. يبقى التكتلات الدولية بتمر على 6 مراحل. المرحلة الاولى تعاون اقتصادي، وهي ان انت في مرحلة التعاون الاقتصادي انت ما انت ما لغتش القيود اللي بينك وبين الدولة التانية، انت خففت منها، والقيود الخاصة بالسلع. تاني نقول تاني قبل ما اقول الست مراحل بقى هقول لكم ايه اللي يفرق من المراحل دول. حركات التعاملات الاقتصادية بين الدول بتتمثل في 3 حركات. حركات السلع استيراد وتصدير، ان بنتبادل سلع مع بعض الدول مع بعض. حركات عمل، ان ممكن يكون مواطن في دولة يروح يشتغل في دولة تانية. حركات رأس مال، ان ممكن مستثمر في الدولة يروح يستثمر في دولة تانية او يحط فلوسه في بنك في الدولة التانية. يبقى الحركات الاقتصادية بالدول العالم عفوا 3 حركات: حركات سلع، حركات رأس مال، حركات عمل. في التعاون الاقتصادي بنبتدي بحركة السلع، مش بنسيبها حرة تماما بين الدولتين، ولكن بنخف وطأة القيود اللي عليها. بمعنى انا لو انا فارض جمارك على، لو مثلا افترضنا دولة الف ودولة ب، الدولة الف فارضة جمارك على السلع اللي تخش لها من الدولة ب، والدولة ب فارضة جمارك على السلع اللي تخش لها من الدولة الف، هنبتدي في مرحلة التعاون الاقتصادي نخف الجمارك شوية، بدل ما مثلا 60% نخليها 30%، بدل ما انا عامل لك حصة استيراد يعني عامل لك حد اقصى اللي اخده منك مثلا 100,000 اخليه 200,000. يبقى في مرحلة التعاون الاقتصادي هي خاصة بحركة السلع فقط، مش رأس المال والعمل، وحركة السلع فقط ان انت بتبتدي تخف من القيود اللي بتعوق انتقال السلع بين الدولتين. المرحلة الثانية بقى منطقة التجارة الحرة، برضو خاصة بحركة السلع، انك مش بتخف القيود بقى، بتلغي كل القيود. يبقى الفرق بين مرحلة التعاون الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة ان في التعاون الاقتصادي بنخف القيود اللي بيننا من بعض، اما في منطقة التجارة الحرة احنا مش بنخف القيود، احنا بنلغي كافة هذه القيود. على ايه؟ على حركات السلع. اتحاد جمركي برضو خاصة بالسلع، بس مش بيننا وبين بعض بقى، ان السلع اللي جاية لنا احنا قلنا في دولة الف ودولة ب، في مرحلة التعاون الاقتصادي خفوا القيود اللي ما بينهم، في مرحلة منطقة التجارة الحرة لغوا القيود اللي ما بينهم على حركة السلع. في مرحلة الاتحاد الجمركي السلع اللي جاية بره دولة الف ودولة ب من دول العالم الثاني غير الف وب، هنفرض تعريفة جمركية واحدة، نتفق على منطقة عشان لو هنتبادل السلع بيننا وبين بعض بقى يبقى اسعارها واحدة. يعني تخيل لو مثلا نسبة الجمارك في السعودية 40% على سلع معينة، ونسبة الجمارك في مصر على نفس السلعة 40%، لو السلعة دي طالعة من بلدها ب1000 دولار، يتفرض عليها 40% جمرك في السعودية تبقى 1400 دولار، يتفرض عليها جمرك في مصر 40% تبقى 1400 دولار، يبقى تمن حتى السلع المستوردة من بره هؤلاء الدولتين هنلاقي تسعيرتها واحدة في السوقين. خلي بالك في منطقه، يبقى في مرحله التعاون الاقتصادي، معلش انا دايما بعيد عشان نفهم، مرحله التعاون الاقتصادي احنا خففنا القيود اللي بيننا، مرحله التجاره الحره احنا لغينا قيود حركه السلع اللي بيننا، مرحله الاتحاد الجمركي احنا وحدنا جماركنا امام سلع الدول الاخرى عشان يكون تسعير السلع واحد في كلا الدولتين. يبقى بمعنى ان الدوله الف والدوله ب، لو افترضنا الف مثلا مصر ب السعوديه مثلا، يبقى لو افترضنا ان في سلعة هنستوردها من دولة اخرى في مصر والسعودية، من اوروبا، من امريكا، من اي دولة عالمية، الصين، الهند، السلعة اللي جاية من بره الدولتين دول لو احنا في مرحلة الاتحاد الجمركي هلاقي سعرها هنا زي سعرها هنا، في الدولتين هيبقى سعرهم واحد لان التعريفة الجمركية عليهم واحدة. نخش في المرحلة الرابعة بقى، مرحلة السوق المشتركة. احنا في خلاص بقى تجاوزنا مرحلة حركة السلع، وتجاوزنا مرحلة تسعير السلع اللي بقت واحدة عندنا في الدولتين، هي الغاء بقى القيود مش على حركة السلع بس، على حركة رأس المال والعمل، ان لو في مستثمر في الدولة دي عايز يستثمر في الدولة دي في حرية في حركات رأس المال، وفي حرية في عنصر العمل. طبعا ده صعب الوصول اليه الا اذا كان الانظمة التعليمية شبه متقاربة والدخول الاقتصادية شبه متقاربة، لان لا يمكن ابدا اوصل ليه
سوق مشتركة بين دول متفاوتة في الدخل. وإلا لو عملت كده هلاقي إن الدول الأقل دخل سكانها بيروحوا يشتغلوا في الدول الأعلى دخل أكيد يعني، وهلاقي مفيش تكافؤ اقتصادي. ثم نخش في المرحلة الخامسة الوحدة الاقتصادية، وهي إحنا مش بس زلنا القيود والعوائق على حركة السلع ورأس المال والعمل، إحنا أيضا وحدنا السياسات المالية والنقدية. ثم نخش في الاندماج الاقتصادي كامل، إن كل الدول الأعضاء تخضع لسلطة اقتصادية واحدة. لما إحنا نقول إحنا الدول العربية، إحنا بنتفاوت أحيانا بين مرحلة التعاون الاقتصادي منطقة التجارة الحرة، لسه ما وصلناش أعلى من كده. يمكن بعض دول الخليج وصلت للمرحلة الثالثة اللي هي الاتحاد الجمركي، وبرضه دول الخليج قد تكون دخلت في المرحلة الرابعة وهي سوق مشتركة ما بينهم. الدول الاتحاد الأوروبي وصلت لوحدة اقتصادية، أمريكا النهاردة في اندماج اقتصادي كامل، ده مرحلة التكتلات الدولية. يبقى في هذا الأسبوع المحاضرة الأولى والثانية إحنا اتكلمنا عن الأبعاد السياسية، اتكلمنا عن الدولة، اتكلمنا عن أركان الدولة ك شعب وإقليم، والإقليم ينقسم إلى إقليم أرضي ومائي وجوي والحكومة. خدنا أشكال الدول من حيث التكوين، خدنا اللي هي طبعا دولة بسيطة موحدة ودول مركبة، خدنا أشكال الدول من حيث السيادة، دولة كاملة السيادة، دول ناقصة السيادة زي الدولة المحمية والمستعمرة والتابعة والموضوعة تحت الإشراف الدولي. خدنا بعد كده الحكومة ومصدر السيادة كحكومة فردية وأقلية وحكومة ديمقراطية. ثم اتكلمنا في الأبعاد الاقتصادية، اتكلمنا على نقطتين. النقطة اللي في النص أنا مش مطالب بيها، انت مش مطالب بيها، ليها تبعية النظام الاقتصادي لو موجودة في الكتاب طبعا، نلتزم فقط بالسلايد دوت مع الشرح اللي قدام حضراتكم. اتكلمنا عن النظم الاقتصادية من نظام اقتصادي رأس مالي ونظام اقتصادي اشتراكي ونظام مختلط. ثم اتكلمنا عن التكتلات الدولية. دي كان أول أسبوع بأول محاضرتين، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع الثاني والمحاضرة الثالثة والرابعة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.